السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض الانسكيب في بعض الحيل الظريفة. أول حاجة بتعملها بعد ما تسطب الانسكيب في قلب الريفت إن أنت بتيجي هنا وتقول له خلي فيه لايف أبديت بحيث إن أي تعديلات تحصل هنا تحصل معاك هنا. طيب دلوقتي لو أنا عايز أتحرك بتحرك بالزرار ديت ASDW، عايز أبدأ أطلع أشوف الحاجة من فوق مثلا فبدوس على حرف الإي اطلع اخد منظر افقي كده. لو عايز انزل بدوس على الكيو، عايز اسرع النقله بدوس على الشيفت او على الكنترول. طيب انا عندي نظامين، فلاي ده انت بتطير كده في اي مكان مش ملتزم بالحاجات الموجوده. طيب لو عايز تنزل تتمشى شويه بتدوس على المسافه فبتلاقي نفسك نزلت، الجاذبيه بتبدا تشتغل معاك. طيب انا هبدا دلوقتي اغير النظام اطلع فوق كده من خلال ان انا دوست المسطره. طيب انا دلوقتي هنا اهوت وهبدا ادوس المسطره فامشي على نظام الووك. انت كده مرتبط بالحوائط، لو حاولت ان انت تدخل جوه الحيطه هتلاقي نفسك ايه مرفوض، لو الباب مقفول مش هتقدر تدخل. تمام انت دلوقتي اهو بتمشي وتعالى هنا اهوت في ترابيزه فانا مش عارف اعدي الترابيزه، في سلم اهوت ابدا انزل من على السلم بالشكل دوت. طيب انا كده دلوقتي في سلم اهو هبدأ اطلع السلم ده، تبدأ تطلع درجة 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 لحد ايه ما توصل للاخر. طيب خلينا ننزل مثلا السلالم اهوت، ادوس مسطرة وتبدأ تنزل السلالم مش قادر تعدي الازاز. تمام فتبدأ تشوف باب مفتوح عشان تقدر تدخل منه، تيجي هنا تلاقي نفسك مقفول هنا مش قادر تعدي الكراسي والحاجات اللي موجودة هنا، فدي من ضمن المزايا. طيب لو أنا عايز أغير في الوقت اللي باخد فيه اللقطة هبدأ أدوس على الشيفت وأدوس على الزر الأيمن وأبدأ أتحرك فيبدأ يجيب لي الوقت بالشكل دوت. فاحنا كده دلوقتي بالليل والإنارة بدأت تشتغل معانا، شيفت والزر الأيمن الماوس فيبدأ يغير لك الساعة. دلوقتي الفجر قربنا ان الشمس تطلع، اهي بدأت تطلع اهي.